كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام. الكلام لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لدى استقباله السلك القنصلي برئاسة عميد السلك قنصل عام سنغافورة في لبنان جوزيف حبيس. أنا بوعدكم أنه ما حدا مدد إيده على الخزينة إلا ما بده يتحاكم. أنا اللي عامل القانون الأساسي مع محكمة خاصة ومتخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام. كمان كلنا ما نجهد مش لنصرخ خل الناس حرامية، منيح بعد في كم واحد آدم بيقدروا يشتغلوا كلهم، يعني كلهم كلهم يعني كلهم بيضغطوا وراها هذا الشعار الحرامية الجديين. إذا نميز إنه في ناس أوادم، فإذا كلهم يعني كلهم بما فيهم مني كلهم، أني كلهم جزء من الكل. أنا ملتزم الإصلاح. الرئيس عون أبدى ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة، وهناك مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان خصوصا ماليا واقتصاديا. إن جزءا كبيرا من اللي عم يتظاهروا صاروا فريق راديكالي دايما بيرفضوا، بكرة أكيد مش راح يعجبنا الإجراءات اللي لازم ناخدها في سياق معالجة الأزمة. هلأ الظروف تلزمنا بهالتدابير الآسية، لأنه مرقنا كمان بظروف اقتصادية ومالية صعبة. النزوح السوري صار مكلفنا لحد هلأ 25 مليار دولار، وهيدا حسابات معمولة بالبنك الدولي ومعمولة بالآي ام اف. إذا نحن تفهمنا على وضعنا الاقتصادي والمالي وعلى معالجته بالتدابير المناسبة، ما حدا غيرنا إذا ما نحن ما فهمنا مضبوط الوضع كيف بدكم الناس اللي عايشين بعيد عن الأحداث يفهموا. عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس وضع إمكانات السلك بتصرف رئيس الجمهورية وأبدى الثقة الكبيرة بشخص الرئيس عون وتاريخه وجهوده للنهوض بلبنان. لكننا مع القلق نحمل ثقة كبيرة بشخصكم وبتاريخكم وبجهودكم للخروج من النفق بتضامن من جميع مكونات المجتمع والسلطات القائمة، وبالاستماع إلى صوت الشعب الذي فتحتم له منذ اليوم الأول للتحركات المطلبية أبواب هذا البيت الأبوي. الرئيس عون كان قد رأس اجتماعا اقتصاديا حضره الوزيران السابقان فادي عبود ومروان خير الدين ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران والسيد أليكس ديمريجيان في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وفي قصر بعبد الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الحلبية الأرش مندريت لياس الخضري ورئيس دير الشير المطران المنتخب على أبراشيتي فنزويلا والمكسيك للروم الملكيين كاثوليك الأب جوزيف خوام ونائب رئيس دائرة الشير الأب القاضي أنطوان شماع، ووجه الوفد دعوة لرئيس الجمهورية لحضور صيامة الأب خوام أسقفا يوم السبت 7 أدار المقبل في بازيليك القديس بولس للأباء البولسيين بحريصة.